شوفي درناها من الغاز، درناها من الغاز بالك حاجه مليحه وفرحانين بها. سالو كانت تحمل بالتريسيتي سا سوري ميور تكون احسن. ايه قلنا ما نقدروش نخلو المواطنين بعد الماء، المواطنين جايبين خيوط تاثر على كاليتي سيرفيس وتاثر على نوض الريح المطر نوض كذا تولي فيها مشاكل. راهو قبل نيشان راهو تقريبا الغاز فرحة تاع الغاز نعمة كبيرة، نعمة الغاز نعمة. قدوة البرد والشتاء والنهار قاصف والليل طويل والولاد والناس كبار ومرضى ومرضى والحيط يصوت بالبرد ولا كلاص وكذا. الغاز لازم الغاز يكون في الدار، تاع الغاز يبات يمشي باش الناس تكون مرتاحة. التريسيتي من أولويات، الولاد يقراو التريسيتي، فريجيدار، تلفزيون، امور اللي تتعلق بالكهرباء المنزليه، كل الامور لازم تمشي بالتريسيتي. وبالتالي غدوه يعطونا دو في سون غاز، دو غدوه ان شاء الله تعطونا دو في ان شاء الله. ومن بعد مع الدال يجبد الميزانيه تاعك اللي خصك ما نزيدو والو، ونشوفوا في الميزانيه للتريسيتي غدوه نعطوك لو دي اس. شرفنا السيد الوالي اليوم بلدية هرصاق العروش مجمع 30 سي خليفي، وكان قد دشن الغاز اللي كنا محرومين منه مدة سنوات، وعدنا إن شاء الله وعد ارتجالي باللي قبل الدخول الاجتماعي إن شاء الله نزيد طاقة كهربائية دعمنا هذا المجمع، وإن شاء الله كما يقول لك العقوبة المشاريع أخرى. الضوء هو المشكل الكبير، علاه الضوء هو المشكل الكبير؟ هو سنتر الضوء باش تديك لي منه 30 لوجمون بزاف ديجا البونتير هذا راه مصور ما على بالناش. الكابيرتو 2.5 و2.5 لا ديسونس طويله وشاك فوا نركبوها. ربي في اقرب الاجل يركبوا لنا الانار، احنا ماذا بينا الانار حاش هذا 2.5 كيما يقولوا حنايا ما راهمش ما يتحملوش مع البعد 200 متر راهي بزاف.